أتحول إلى دكتور خالد سير صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق. رأي حضرتك إيه أولاً يعني دكتور خالد فيما ذكروا سواء الأستاذ رامي أو السيد محمود عطلة فيما يتعلق بالبورصة وتعزيز دورها في الفترة الحالية؟ شكرا جزيلا، اسمحوا لي استهل كلماتي بشكر دولة رئيس الوزراء الحقيقة على دعوتي وعلى وجوده خلال اليومين في كل الجلسات. الحقيقة يعني كان الله في عونه، أنا شاهد اليوم على الأقل أنه كان حريصا على التواجد في كل الجلسات، مش بس عشان ينقل رسالة حكومية ولكن عشان يستمع أيضا إلى الموجودين. سعيد بأنه بتحدث في الجلسة الأخيرة، لأن كل جلسات النهاردة لو بصينا عليها هنلاقيها الحقيقة بتشير بشكل هام إلى أنه واحد من الحلول المهمة المطروحة هي دور الأسواق المالية بشكل عام أو أسواق المالية غير المصرفية، بدءا من الجلسة الأولى اللي كنا بنتكلم فيها عن وثيقة الدولة وكيفية إدارة ملكية الدولة والتخارج من أصولها أو إدارة أصولها بأدوات مختلفة، كان الأسواق المالية حاضر معنا. وإحنا بنتكلم في الصحة وإحنا بنتكلم في التعليم وإحنا بنتكلم في دور الصندوق السيادي، كل هذه الجلسات اتكلمت بشكل أو بآخر على أنه التعامل مع الأسواق المالية يمثل واحدة من الأدوات الأهم، وإن كان هناك تحفظ عن مدى جاهزيتها في الوقت الحاضر على أداء هذا الدور. الحقيقة على قدر سعادتي بهذا التناول، على قدر ما عندي ملاحظة أنه الجميع كان بيشير فقط إلى البورصة منفردة في الأسواق المالية غير المصرفية، لم يشر أحد في طوال هذه الجلسات لا عن قطاع التأمين ولا عن دور التمويل العقاري ولا عن التأجير التمويلي ولا عن دور السندات والتوريق والتخصيم، كل الأدوات المالية المتاحة الحقيقة، إلا أعتقد هناك واجب على ربما هيئة الرقابة المالية وعلينا جميعا أن احنا نوعي الجميع بأن هناك أدوات أخرى، ليس الطرح فقط في البورصة المصرية هو الوسيلة الوحيدة، وإن كان بطبيعة الحال هو الوسيلة الأهم. لو بنتساءل عن كيف يمكن أن احنا نتجاوز هذا الدور، ربما دكتور محمد فريد في بداية كلمته اتكلم عن مسألة الارتفاع بالقدرات. النهاردة ما بنيجي نراجع تشريعات أو تقارير المؤسسات الدولية عن تشريعات أسواق المال في العالم كله، هنلاقيها بتقول والله إنها منذ الأزمة المالية العالمية وبذلت جهد كبير جداً في إطار التأكد من الحوكمة وسد الفجوات اللي نتج عنها الأزمة المالية العالمية، وإنه الوقت أصبح حالياً متعلق بتمكين المهنيين، تمكين الجهات الرقابية من أداء دورها في هذا الإطار، بالإضافة إلى إدارة المخاطر، لأنه إدارة المخاطر أصبحت أمر هام في هذا الخصوص. وتصور لو إحنا عايزين نطلع بتوصية أولى أو بتنويه أول، الحقيقة محتاجين، وأنا كنت شريك في إعداد قانون هيئة الرقابة المالية وفي تولي المهمة في الدمج، أتصور قانون هيئة الرقابة المالية نفسه يحتاج إلى إعادة نظر دولة رئيس الوزراء، لأنه هذه الهيئة تحتاج إلى تمكين في الصلاحيات، تمكين في القدرات، تمكين في القدرة على اكتساب المهارات في هذا الإطار، وده قد ربما يحتاج إلى تشريع ربما يكون على ذات مستوى التشريع اللي صدر للبنك المركزي. المهنيين مشكلتهم أكبر، بتصور أنه الارتقاء بهذا السوق، عندنا يمكن دكتور محمد فريد كتب 7 أو 8 مهنيين، أعتقد عندنا فوق 24 مهنة بيرخص لها من هيئة الرقابة المالية، أحسب أنه في تقصير شديد جدا في إعدادهم، إعداد مهني سليم يستطيع أن يحقق نقلة نوعية لهذا القطاع. الرسالة الثالثة المهمة ربما لما حضرتك بتسألني إيه رأيي فيما قيل، مسألة التطور التكنولوجي. يعني يمكن النهاردة شاركت بمداخلة وكان معالي المستشار محمد عبد الوهاب موجود، قلت والله إحنا بنتحدث عن الوان ستوب شوب، إحنا محتاجين خلاص، إحنا محتاجين ننتقل إلى إنه الخدمات بتؤدى كلها إلكترونيا، مش محتاج أحط عندي الجهات، أنا محتاج أشوف هذه الجهات على ورك فلو واضح، على بلان واضح، بتوقيتات زمنية واضحة، ومن لا يضع الأكشن بتاعه في التوقيت المناسب يعتبر وكأنه موافق، وبالتالي الإجراء بينتقل إلى مستوى آخر. على نفس المستوى إحنا أعتقد ظالمين نفسنا إلى حد كبير فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني وما يتعلق بالمستندات الإلكترونية بشكل عام، هذا القانون له يعني عقود، محتاجين إن إحنا نخطو خطوة مهمة جدا سواء في القطاع المصرفي أو غير المصرفي، في إن كل تعاملاتنا اللي هتستطيع إنها تحقق شمول مالي، هتستطيع أنها تحقق انتقال إلى الخدمات المالية سواء مصرفية أو غير مصرفية إلى كل المواطنين في الدولة المصرية، إلى أنه يبقى عندنا خدمات إلكترونية موثقة، مش محتاج فيها أن أنا أشوف أصل المستند وختم على هذا المستند، محتاج أتعامل مع صور ضوئية في هذا الخصوص. اسمح لي بس يمكن أروح برا سؤال حضرتك شوية،
فيما يتعلق بفكرة التشريع بشكل عام، ويسمح لي يعني دولة رئيس الوزراء أن نخرج شوية عن نطاق قطاع التمويل غير المصرفي. الحقيقة التشريع مش هدف في ذاته، لأنه يعني أنا عايشت على مدار 20 سنة اللي فاتوا دائما بنضع التشريع كخطوة إصلاحية أولى. التشريع صحيح قد يقود المجتمع، بس ما هوش هدف في ذاته، وفي القطاع المالي بالذات يجب أن يكون بحرص شديد، لأنه ربما يكون الاستقرار التشريعي أولى وأقبل بالرعاية من التعديل التشريعي اللي قد يحقق مصلحة أنية لكن الحقيقة قد يضر في المستقبل قضية الاستقرار. ويمكن اتكلمنا في اليومين اللي فاتوا عن قضية الاستقرار. نمرة 2، أنه رغم أنه التشريعات في هذا القطاع تتميز بأنها تشريعات حديثة، لأنه معظم هذه الأنشطة لو بصينا على جدول القوانين اللي حطه دكتور محمد في بداية الجلسة هنلاقي ما عندناش غير القانون الوحيد اللي يعتبر قديم نسبياً، قانون سوق رأس المال، لكن كل القوانين الأخرى هي قوانين حديثة، والتأمين بطبيعة الحال. لكن الحقيقة طبيعة هذا النشاط هو مرن بشكل كبير جداً، أدواته متطورة بشكل عالي جداً، فمحتاجين انه يحصل تعديلات تشريعيه. اتصور رغم ان انا قلت انها مش هدف في ذاته، واحد فيما يتعلق بالتكنولوجيا الماليه بكل مناحيها، 2 في قطاع التامين بشكل اساسي، وارجو انه دوله رئيس الوزراء يهتم بهذا القطاع مع طبعا هيئه الرقابه الماليه، لانه اتصور ان قطاع التامين في مصر يستحق يعني اداء اعلى بكثير جدا، سواء في تجميع المدخرات او سواء في تغطيه المخاطر التامينيه بشكل حقيقي او في الاستثمار المباشر، لانه قطاعات التأمين في العالم كله هي واحدة من أهم أدوات الحصول تجميع المدخرات طويلة الأجل لتمويل استثمارات طويلة الأجل. ما أعتقدش أن احنا قادرين نوصل لده لأسباب كتيرة، منها ربما مرة أخرى قدرة المهنيين في هذا الإطار. محتاجين شوية استغلال الأدوات اللي صدرت بالفعل. ويمكن أشير هنا في نقطة أخيرة، أنا عارف أن أطلت، لما يتعلق بتوريق الحقوق المستقبلية مع دولة رئيس الوزراء اللي صدر به قانون بالفعل، ويفتح باب كبير جدا للتمويل في هذا الإطار من خلال القدرة على تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى سندات يتم طرحها في الأسواق المالية. احنا كنا دايما شغالين على توريق الحقوق القائمة أو الديون القائمة، أصبح النهاردة في إمكانية لتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وهذا التوريق أتصور يجب أن يتسع نطاقه مش بس على المستوى المركزي إلى مستوى المحليات. يمكن ما أشرناش في اليومين إلى المحليات بشكل هام، وأتصور أنها تحتاج ربما إلى يعني ندوة أكثر اتساعاً أو مؤتمر آخر. واحدة من وسائل تمويل المحليات الموجودة في دول العالم المتقدم هي استخدام هذا النوع من أنواع السندات اللي تتيح لها أنها تنتقل من حالة إلى حالة ومن مرحلة إلى مرحلة. الحقيقة بتصور أن يمكن دي أهم الأطر. في حاجة أخرى أنا عارف الدكتور مصطفى بيهتم بيها بشكل أساسي دولة رئيس الوزراء، وهو التمويل العقاري، بس الرافد بتاع التمويل العقاري حضرتك يعني أعلم مني بهذا، هو التسجيل العقاري. دون أن يوجد تسجيل عقاري في مصر يتحقق من خلال آليتين، آلية التسجيل المباشر بطريق الإيداع دون احتياج إلى تدخل مالك العقار، ودون الدخول فيما يتعلق بالفصل. أنا عارف أن دي أمر صعب ما بين التسجيل وما بين المخالفات اللي قد توجد في العقار، وأنا الحقيقة من الناحية القانونية مش شايف أي عائق يحول ما بين أنه في عقار مخالف يتم تسجيله على مالكه ويحاسب هذا المالك عما قام به من مخالفات. هينقل التمويل العقاري نقلة نوعية كبيرة جدا، وده واحد من الروافد المهمة في هذا السوق. آسف على الإطالة وشكرا على حسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتور خالد ياسر الصيام، شكرا جزيلا لحضرتك.